لكن احنا عندما نواجه العدو قبل حوالي 21 يوم 3 أسابيع معلومات مؤكدة من وكالة التحقيقات والاستخبارات مؤكدة ولا أستطيع أن أعبر غير ذلك مؤكدة تقول لنا بأنه العدو يتواجد في مناطق في صحراء الرطبة بمساحة 180 كيلومتر بعدد معين من المقاتلين، وأيضا هذا ما ممكن البوح عنه. وقمنا بعملية نوعية من جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الرد السريع والجيش العراقي، وكانت العملية مخطط لها وبدقة عالية، واستطعنا من خلال هذه العملية اللي استمرت 2 يوم وفي 3 يوم أن ندمر مضافات ونقتل ونحصل على معلومات مهمة. انظر حجم التحدي، رغم أنه قيادة عمليات الأنبار، قيادة عمليات الجزيرة، قيادة عمليات كربلاء في تلك المنطقة تقوم دائما بعمليات. خليني أكون وياك سريع بس إذا تسمح لي تفضل. أما أن نأتي بمكان وندفع بأنه الطارمية لا يمكن أن نسمح لها بأن تكون وكر للإرهاب أو جزء من الطارمية يكون منطلق للإرهاب، هذا بالتأكيد ناتج عن شيء مهم جدا. إحنا الآن معركتنا مع الحواضن، الحاضن هذا اللي يتحرك واللي مسموح لأن الحقيقة ينقل السلاح، ينقل المعلومات، يقدم ما يمكن تقديمه لهذه التنظيمات الإرهابية. الآن يجب أن نغير من تكتيكنا وأسلوبنا، يجب أن يكون هناك تحليل منطقي للمعلومات الاستخبارية والأمنية، وهذا ما فعلناه اليوم عندما عدنا ترتيب قواتنا والكل أعلن بأنه انسحبت وأوقفت العمليات. لا، قيادة عمليات بغداد أعلنت بأنه هناك إعادة للترتيب ولنشر جهد آخر مهم جدا وتحليل جهد استخباري.